هذا المنبر الصحفي بندوي على الازمه والحلول اللي خص المكتب المسير او بالاحرى برلمان الفريق خص يتخذها في هذا الجمع العام اللي غادي ينعقد في اخر شهر جانفير. وبداية الكل كيعرف المشاكل اللي عرفها حسنية أكادير في الولاية ديال هذا الرئيس اللي هي 7 سنوات، والنقطة التي أفضت الكأس وهي نهاية كأس العرش ومن إقالة غاموندي والأحداث اللي طرت من بعد، والكل شاف مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المهزلة اللي عرفها آخر جمع العام اللي تم تأجيل دياله، اللي كانت هناك خروقات قانونية، خروقات في قوانين تنظيمية للجمهور العامة، مثال أنه الرئيس تحدى الجميع ولم يرسل تقريرين المالي والأدبي للمنخرطين. إذن هناك خرق في قانون تنظيم للجمهور العامة، كما أن هناك بعض المنخرطين خرجوا بمعلومات أن عدد المنخرطين ديال فريق حسنية أكادير هو 46 منخرط، بينما أن فجأة في آخر جمع العام الذي تم تأجيله تم إضافة 10 منخرطين آخرين. والكل كيعرف بأن في القوانين التنظيمية ديال الجمعية الرياضية أن على المنخرط يكمل السنة ديالو الأولى عاد يمكن له يكون عنده حق تصويت ويمكن يحضر الجمع العام، ولكن الا ما كملش السنه ديالو ما يمكنلوش يصوت. اليوم جينا نهضروا على الازمه اللي كتعيشها فريق حسنيه اكادير. هذه مده ديال 7 سنوات اللي كتعيش فيها حسنيه اكادير، سنوات من العجاف، بما يعني ان منذ تولي هذا الرئيس زمام امور قياده نادي حسنيه اكادير، وحنا كنتخبطوا في عده مشاكل عديده جدا، من بينها الازمه. ديما كيقول لنا بان راه كاينه ازمه ماليه داخل حسنيه اكادير، كل سنه كيقول لنا كاينه ازمه. وبدايه المشاكل ديال القضيه اللي فاضت الكاس هي نهايه كاس العرش، اللي مشينا جميعا كجمهور ومحبين حسنيه اكادير ومشينا لمدينه وجده وحضرنا المقابله، ولكن رجعنا بخيبه امل. كان الامل ديالنا الوحيد اننا كنا غنفوزوا بكاس العرش، كان الامل ديالنا كبير باش نفرحوا ونجيبوا واحد الفرحه لمدينه اكادير، وايضا لجهه سوس مسا اللي كتمثلها الفريق ديالنا واللي كتحمل الهويه ديالنا الامازيغيه، ولكن اسفاه على هذا المكتب. بعد اقاله غاموندي بواحد الطريقه اللي هي مسيئه لشخص مدرب كفء عطى الكثير لنادي حسنيه اكادير، وصلنا لواحد المراتب اللي ما كناش كنحلموا بها. عشنا نهاية ديك العرش، وصلنا للكاف، كون واحد المجموعة كليكة ديال اللاعبين طلعهم من الفئة الصغرى وكونها واحد التكوين عالي جدا، وكان كيتضرب بين المثل داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، ما كاين غير هز الحسنية حط الحسنية. ولكن من بعد النهاية هذه قالوا المدرب ما عرفناش أي أسباب علاش قالوه، لحد الآن ما كاين حتى شي رد لا من طرف الرئيس ولا من طرف اي واحد كيمثل الاداره ديال فريق حسنيه اكادير. تما في الفضل كاس وخرجنا بوقفات احتجاجيه سلميه حضاريه راقيه كيشهد بها العالم. العالم كيهضر على جمهور ديال حسنيه اكادير بانه راقي وحضاري. مشينا درنا الوقفات احتجاجيه قدام مقر ديال نادي حسنيه اكادير، وايضا قدام مقر ديال ولايه ديال مدينه اكادير، ولكن لا جواب، إلا أن الرئيس ديال الحسنية خرج لنا بواحد التصريح وعطى وعود اللي كنسميها أنا وعود كاذبة، اللي مرت عليها الآن سنة، بأن كاينين، قال بأن كاينين شي ناس، شي أعضاء داخل الإدارة غير مرغوب فيهم لأن كاين فيهم اللي سكن في هذيك الإدارة مدة ديال 30 سنة وما فوق وبدون جدوى، لا يغني ولا يسمن من جوع. ولكن يا أسفاه، أنا كنقول لي بأنك أنت كذاب، بأنك كتكذب على الجماهير ديال الحسنية، وديما كتوهمنا بشي أوهام، وكل سنة كتقول لنا بأننا هاد السنة هذه إن شاء الله راه غادي نديرو غنفعلو غنتركو، إلا أننا دائما نفس السيناريو كيتعاود سنة بعد سنة. إذن هنا تحول فريق حسنية أكادير إلى شبه نقدر نقولوا احنا تعاونيه ولا شي حاجه بحال هكا. وحنا حاليا جينا هنا بنوصلوا واحد الرساله اللي هي كفى
من التسيير الانفرادي ومن التسيير العشوائي اللي كيعرفوا الفريق، وبان الان راه وصلنا ل 2020 وتقريبا بهذه الوسائل اللي كاينين حاليا ديال مواقع التواصل الاجتماعي والمعلومه الحاليه والفوريه اللي كتوصل بها اي مشجع من ارقام من مواقع من احداث، اذا هنا خص واحد الشفافيه تكون في اعضاء ومنخرطين ديال فريق حسنيه اكادير. وهنا بالضبط ما غبيتش نجرد المشاكل والتخبطات والخروقات من ارقام من ميزانيه اللي كيعرفها فريق حسنيه اكادير على سبيل المثال في الموسم ما قبل الاخير الموسم المنصرم، واللي كيقولي عرف تاجيل ديال الجمع العام ديالو كانت البدايه ديال الموسم بان بيجي ديال 6 ملايير سنتيم، وفي اخر الموسم انتهى بالعجز ديال 6 ملايير و600 مليون. هنا اكثر من علامات استفهام، كنعرفوا بان الموسم الكروي ما عرفش اي انجاز يذكر، زيد عليها ما كانوش شي تعاقدات، والكل كيعرف بان في تاريخ حسنيه اكادير التعاقدات ديالو الميركاتو ديالو كيكون واحد الميركاتو متواضع بارقام متواضعه، وزائد ما نعرفه حاليا من ارقام تثير اكثر من علامه استفهام، والكل كيأول بالطريقه ديالو من الصفقه ديال بعد دي ان جوغ انترناسيونال اللي لعب في ليكيب ناسيونال ا، وعنده شحال ديال المباريات وعنده عروض كانت قويه قبل بارقام كثيرة من الرقم باش مشى لنهضة بركان. هنا كان واحد السخط عريم، وكانت واحد نقطة تعجب كبيرة ديال الجمهور حسنية أكادير، وكتعرف الجمعية الرياضية كتعرف واحد السير انفرادي، لأن في الصفقة ديال بعدي مثلا الغريب في الأمر حتى الأعضاء ديال المكتب المسير ومن المنخرطين ومن كل شيء ما كانوش على علم بهذه الصفقة هذه. إذن وكاينين أمثلة كثيرة عند التسيير الانفرادي وهاد الخروقات هادو. إذن حاليا الرسالة اللي غادي نوجهها للبرلمان الفريق الذي يعتبر كجهاز عصبي ديال الفريق، والذي يعتبر مؤسسة تقريرية اللي خصو يشارك في أي قرار غادي يتخذو فريق حسنية أكادير. الآن المصير ديال الفريق كاين في يد المنخرطين. الأزمة اللي كان حسنية أكادير اللي كيقول بأنها كتعيش أزمة، حسنية أكادير ما كتعيش أزمة، لأن كاين عدة مداخل كتدخل الخزينة ديال النادي ديال حسنية أكادير، ديال الكاف ديال الجهة ديال المجلس البلدي ديال المستشهرين. راه حسنية أكادير النهار دخليها راه لقى فيها 6 ديال المليار، وكل سنة ملي كتفوت السنة كيلقى كيقول لك راه 6 ديال المليار و600 ديما حنا عندنا العجز. لماذا حنا عندنا ديما هذا الرئيس هذا ديما كيذكر لنا العجز؟ وبان بما ان الفريق كيعيش واحد المرحله اللي هي حرجه جدا، وحنا كمحبين وانصار ديال هذا الفريق اللي كنحبوه من الاعماق ديال القلب ديالنا، حنا خدينا على العاتق ديالنا كجمعيه انبعاث انصار محبين حسنيه اكادير باننا اسسنا جمعيه اللي غادي تدافع على الحقوق ديال الجماهير وغتدافع على المصالح ديال حسنية أكادير، واللي هي محاربة الفساد داخل إدارة حسنية أكادير. ولكن الكل كيعرف بأن مؤسسة المنخرط يتم تضعيفها من جهة الرئيس. كيف أن هناك أن مصادر موثوقة تقول أن هناك عدد كبير من المنخرطين لا يؤدون السومة السنوية التي يجب أن يؤدوها ديال الانخراط، أنهم بين قوسين يعتبرون كالأداة ديال التي تمجد وتهتف بحياة الرئيس. إذا هنا ما بقيناش في المنظمة الكروية اللي غادي تطور لنا من المنتج الكروي عامة في البلاد. وحنا كجمعية انبعاث أنصار محبي حسنية أكادير عندنا أهداف، والكل كيعرف بأن هذه الجمعية هذه تم التأسيس ديالها مؤخرا، وحنا بينا واحد التغيير شامل في السياسه ديال النادي العقيمه. والكل كيعرف بان حسنية أكادير عنده جوج القاب، وكانت في سنوات 2002 2003 وكانت بواحد الميزانيه اللي هي ضئيله ديال في السنه الاولى 700 مليون وفي السنه الثانيه ديال 750 مليون، فما بالك الان حاليا الفريق يبدا الموسم الكروي ديالو بملايير السنتيمات.
وهذه كانت كتوضع لينا علامه استفهام، والكل كيعرف بان كاينين بعض اعضاء ديال وكذلك منخرطين في نادي حسنيه اكادير اللي اكل عليهم الدار وشارب، بمعنى انهم كاينين 37 سنه. تخيلوا ان هناك عضو صرح بها بصريح العباره قال بانه كاين في دواليب ديال فريق حسنيه اكادير 37 سنه. كيفنا غادي نزيدوا بالكره المغربيه بهذا الشكل ديال تسير الاحتكاري وتسير بعيدا عن مصالح كره القدم المغربيه عامه؟ إذا من هذا المنبر عفاكم المنخرطين الكرة كاين عندكم، وهذا الخروقات اللي كاينين في تنظيم ديال الجموع العامة راه الكل كيعرف القوانين المنظمة كتلزم الرئيس بأنه يرسل التقرير المالي والأدبي للمنخرطين قبل ما ينعقد الجمع العام على الأقل بواحد المدة ديال 15 يوم. لذلك حنا جينا وكنستنكروا هذه الأفعال الشنيعة اللي كيقوم بها هذه الإدارة اللي كنسميها انا بين قوسين اداره فاشله واداره هاويه. وكاينين بان الرئيس كيسير واحد السير اللي هو عشوائي واللي هو كيعطي قرارات انفراديه بعيدا عن جميع الرؤساء اللي كنعرفوهم احنا في الانديه الوطنيه اللي كيبغيو يديروا شي قرار، الا انهم كيجتمعوا مع الاعضاء ديال الاداره وكيجتمعوا مع المنخرطين وكيتداولوا بيناتهم وكيوصلوا لواحد النقطه اللي هي كتضر المنفعه للنادي حسنيه اكادير. وحنا جاتنا بعض المعلومات بان الرئيس يحاول ويساوم طرف القليل من المنخرطين الذين يتبعون الصيغه القانونيه لان الدافع ديالهم هو الحب والغيره ديال على فريق حسنيه اكادير. وكنوجه الرساله ديالي لهاد المنخرطين الذين يتم اقحامهم الى الجمعيه بدون الحب ديالهم ديال الفريق، كيدخلوا بواحد الصيغه اخرى شخصيه لتطوير علاقات ديالهم العامه او لتطوير المصالح ديالهم الشخصيه. اذا هذه رساله للمنخرطين، حنا هنا ما غاديش نجردوا الخروقات، والكل كيعرف الخروقات والكل كيعرف شنو كاين في دواليب ديال الفريق. هنا حاليا كنستنجدوا بهذا البرلمان الفريق المنخرطين اللي كيتعتبر مؤسسة تقريرية يوضعوا النقط على الحروف ويطلبوا الرئيس بالتقرير المالي ويتم التدقيق في ماليات الفريق، ولا نطلبوا فقط بالتغيير بل نطلبوا بمحاسبة لأننا نتبع الخطاب ديال ملك البلاد اللي غالبا كيصرح بربط المسؤولية بالمحاسبة. هادشي ما كنشوفوهش داخل النادي ديال حسنية أكادير، لذلك حنا كنطالبوا بإقالة هذا المكتب المسير لفريق حسنية أكادير بأكمله بدون قيد ولا شروط. إذا حنا كانت المطالب ديالنا كانت عديدة جدا. المطلب الأول كان ديالنا هو إقالة بعض الأعضاء وفتح باب الانخراط، ووعدنا وعود وخرج عبر القنوات الإلكترونيكية ووعدنا وخرجت ما سميتو عليه وعدنا بوعود كاذبه لحد الساعه، لان كاين معكم هنا بمدينه الدار البيضاء وبالخص بجريده انفاس الوطن. انا كنقول بانه لحد الان باقي بين قوسين لا حل ولا هم يحزنون. لذلك كنطلبوا من هذا المنبر الاعلامي ديالكم توصل الرساله ديالنا اللي هي اللي كنقولوا لهم بان العارضه راه هي مستمره لا حدود لها لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. إذن كنطالب من المنخرطين وكنقول للمنخرطين اللي هما الكل في الكل يديروا لنا التغيير لما هو إيجابي لفريق حسنية أكادير.